سعاد أو زهرة بن بلعيد حرفية بجيجل اختصت بمجال العجائن المنزلية منذ سن 12 لتكون بذلك نموذجا ناجحا للمرأة الماكثة بالبيت. العمر تاعي كان 12 سنة، الأم كانت مريضة، بديت نتعلم نفتل ونعرف طريقة الصياير ما بين الرقيق الخشين، نقولوا صيار الزرع، معاود اللواقة، السقاط. بديت نفتل بشوية بشوية وبديت تعلمت كيف أنا نفرق بيناتهم ما بين الأنواع وما بين الفتيل الخشين الرقيق، ما بين تاع الزعتر، ما بين بركوكس تاع الشعير تاع الأعشاب، ما بين تاع العدس. وهادو الأنواع من مسكسو يستعملوهم المرضى السكري بالانيمي. بأناملها الذهبية تبدع السيدة سعاد في صنع مختلف أنواع العجائن تماشيا واحتياجات الزبائن. وصلت حتى رأت نبيعه في المحلات في ألجي، من ثم بدينا نخلقوا الأنواع تاع المنتوج حتى نوصلوا للعدد حوالي 15 نوع. طورت عدت ندير الامبالاج نخيطه أنايا في الدار، نشري القماش ونخيطه وديرت الاسم تاع المنتوج نتاعي، ديرته زهرة بن بلعيد. تمكنت الحرفية من تحقيق مسعاها وتجسيده على أرض الواقع محققة بذلك نتائج دولية. كان الحلم نتاعي أنني نطور في المنتوج نتاعي ونوصله للعالمية، وربي حقق لي هذا الحلم. أنني مؤخرا رحت لإيطاليا وشاركت في جمع 160 دولة عالمية. في الشهر هذا الفارط زدت رحت لتونس طهي الملوك، زدت عاود طيبت الطابق الثاني تاع الكسكس تاع الشعير والبلوط بالحوت وديت المرتبة الأولى. يبقى أملها في تطوير منتجاتها وتلقين حرفتها للأجيال الصاعدة لتمكينهم منها وضمان بقائها.